السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيصل فصل الله معاكم اليوم، جايب لكم اليوم مقطع بسيط حق لعبه باتل فيلد 3. واليوم راح اوريكم شلون ندش على سيرفر وشلون نضبط السيرفر وشي زين. قاعد ماشي اوكي. اليوم راح اوريكم شيء. اول شيء تبي تاجر سيرفر، شو تسوي؟ تدق على رنت سيرفر، يعني اجر سيرفر، تدق عليه ويعطيك كل واحد له سعر، كل وقت له سعر، تدش عليه وتشوف كل واحد اللي يناسبك يخدم. اوكي، انت اول ما تشتري السيرفر وتخلص راح يطلع تدش على ماي سيرفر، يطلع لك سيرفر زين، تدق عليه، تلقى تعدل كل شيء فيه، كل الاشياء الكويسه تعدلها فيه، يعني كل القوانين الموجوده تلقى تعدلها. هذه صوت شوي مقلق، اسف. زين، فهني تعدل السيرفر شيء شيء. اول شيء القوانين، هاي تعطي نورمال هارد كور اللي تبي، سي تعدلهم بالتفصيل واحده واحده بعد. وهني اهم شيء طبعا بالتأجير سيرفر انك تنقي المابات. ما هي تنقي المابات؟ تنقي دورة المابات، شلون تدور المابات، شلون تمشي المابات، يعني عرفت شلون؟ فشوفوا ها نقيهم انا كلهم كذي راح نلعب، يعني ندشينا جيم يعني على سيرفر مالي، العب هذا بين هذا بين هذا بين هذا. اوكي فهمتوا؟ زين، يمديك تعدل فيهم اللي تبي، مثلا يمديك تزيد واحده، مثلا هنا انا بزيد حين واحده، ابي احط كونكوست، ابي كونكوست وين كونكوست كونكوست حق مترو، انا ما حد يحب كونكوست، اكاد احب العب اذا تصير غاية ضحك داخلها. اوكي، وانترو كونكوست زاد خلاص. زين، وكذي هاي ما احبها شيلها خلاص، هذه شيلها، شيل هذه خلاص، كذي مضبوط. الحين ضبطت السيرفر اللي ابي، المابات راح تمشي بالترتيب اللي انت حاطه. زين، شنو بعد؟ دقيقه بس، شنو بعد؟ يمديك تعدل عدد اللاعبين يدشون عندك كيفك، حط 24 25 بس 24 حدك. وهني ايش كثر لاعبين عشان نبلش راوند؟ 2 3 4 5 كيفك، حط 6 مثلا، هي يصير 3 3 على الاقل، مو واحد بواحد طقك مش كويس. بعدين بعد ما تخلص تطلع. زين، عدل القوانين البادي، هني تعدل اسم السيرفر، سمى اي اسم تبي عادي، حتى بسوي يسوون سيرش على ربعك على السيرفر يحصلونه. هني تحط السيرفر ديسكربشن، خلي ولا ديسكربشن اللي لوندنج، لما يطلع اللوندنج مكتوب لك شيء عن السيرفر، هذا الديسكربشن انا كاتب حياكم دشوا، ماكو ديسكربشن ماكو شيء. زين، هني اول مسج اللي اول ما يبلش اللعب، اما بلش اللعب يطلع لك مسج صغير، هذا يبين لك اياه، هذا الباسورد عشان بس ربعك يدشون، مو زحمه يصير ناس انجليزي يدشون ما شنو. فيعني ححط السيرفر مثلا في سال عشان بس ما حيدش، حط سيرفر عشان ما حيدش بس، يعني بس حط شيء سهل. هني تعدل القوانين شيء شيء، واحده واحده تعدلهم، الفيكلز كل شيء بشرحهم واحده واحده ما اخلص، لكن كل تقدر تعدلهم. زين، ما عاد الاربع اللي تحت هذول نعدلت فيهم وصير انرنكت المباراه، يعني بدون ما تلفل، ما راح تلفل لعبت اذا عدلت هالاربعه، عدل فيهم اي شيء ما راح تقدر تلفل، فهذول نلعب ما لفل ايش الفائده؟ لا تعدل فيهم خلهم كيفك. اخر شيء المانجمنت حق السيرفر، يعني اداره السيرفر، وينه؟ انا مو هذا، هني هني تعدل السيرفر، تزيد فيه تحط شيء حلو كمان. اول واحده هذه هي، ايش تسوي؟ تخلي واحد ثاني يدير معك السيرفر، يعني واحد ثاني يدش على السيرفر ويعدل على غيرك، يعدل المابات، يعدل اللاعبين، يعدل كل شيء، نفس انت شو تسوي يقدر يسوي، تحطه مانجر عرفت شلون؟ والثانيه الفي اي بي ليست، مثلا في اي بي ليست عند في اي بي ليست شنو فايدتهم؟ اذا كان السيرفر فل يعني ما يقدر يدش، يطلعون واحد يعطونه كيك ويدخلونه بداله، يعني في اي بي يعني واسطه، يعني واحد واسطه كذي، هذا بعت الفي اي بي. باند ليست اللي طايقك عطى باند، اللي يضحك وايد عطى لا لا صح باند، يعني باند خلاص ما يدش السيرفر. انزين، وفرند دش عليهم، هنا ابي مثلا هذا مستر تيسير، نعطي في اي بي ليست، يعني يدش يطلعون واحد ويدش هو واسطه، هذا عرفت شلون؟ وكذي حط كل ربعك طبعا في اي بي ليست عشان يدشون على طول، ما يقعد فول ما فول، عرفت شلون؟ بس هذا اللي كل اللي عن السيرفر وشرح عن كامل عن السيرفر. تفضل وايد خمس دقايق اوكي. يلا انا خلصت بسرعه، حاولت اخلص بسرعه عشان يبدي العب شويه، فنلعب شويه. تبون تدش السيرفر؟ دش السيرفر ما ماكو شيء، بس تدش انت بروحك ما في احد،
تقعد ذيك تركب طيارات تسوق ما حد يحدش ان انت مالك هذا. فخندش دام انه ماكو وقت خندش بسرعة تيم ديث ماتش ويكون لعب فصلوص وشو يلعب طق كشان كويسة. شوف شو زاويهم طقهم طقح هنا لحي يضحك شباب ما يصير العب ما اعرف العب صغار زين شوي شوي علي احاول احاول اقتل انه ما العب باتل فيلد وايد انا لكن بحاول بحاول اقتل. وطبعا السيرفر اللي العب اللي يلعب باتل فيلد وايد لازم يعدل سيرفر انه بيستانس صراحه يحط المرمات اللي يبي يدخل اللي يبي يطلع اللي يبي كيف فشي وايد حلو. شنو بعد خندش ويكون لعب الفنان الحين والله صاحشتني فلونزا صار لي كذا يوم شوف بعد العب اعطني ميز لايف احب ابلش بس ما اعرف العب فيه بلش فيه شو تقول ما تخافون من المعركة شنو هذا من هذا حط لك حاول في واحد منهم لا 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 علمكم علمكم ها زين وحش طاين دمه هي يطلع واحد يطلع واحد انا بالدنيا تقنبلت انا والله شاب اخو شوي اح اح يلا اطلع 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 كذا كذا يعود احنا قعدنا هني بنموت صح؟ ويسوى احتيالنا هذول ما نطلع من الا من شنو هذا؟ زين مات؟ زين مات لا 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 كويسين لا وطق لا 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 تحمس شوي لا لا طقوا يا احلى سلاح هذا ال 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 حلو وايد دقيقة خلينا نشوف يلا ما اعرفك كل ما اعرفك كويسي كذي يا صوو خلوني اقتل شوية يا كويسة كذي ولا ها زابن فوق طيب وش شو وش شو شو شنو هذا بعد نخسر احنا ما يصير عارف العب انا خلوني اقتل شوية يزبون من فوق بحط لك كلايمر عشان ما حيدش مشكلة وينك؟ يا شو الحين؟ توسخت انا الحين الحين احاول احاول اقتل شوية اقتل شوية تبطحي حاول تبطحي زين شوية تبطحي قلتي تصدح على طول اللي ما تنفع الحركة هذه اه فوق نزبن يعني؟ كان يقول لي ازبن فوق يلا خلنا ازبن شوية فوق يلا نجزل اوكي ما في حد هاي بمغن هني ما مش كبرة خلنا نطلع نطلع ما حد راح يهني نظام ولاعب باتل فيلد تعال سوي فيك ايش شو فيكم؟ اعطيكم كيك كلكم تذبحوني شنو هذا؟ نشوف حنا طقه من هناك طق مش كويس من هناك تبطحي تبطحي نطقك اظن شنو طن شيء لجمه يمكن انا كويس يعني في بيطلع واحد يغصب وينه؟ تبطحي تبطحي لا تخاف ايش هذا؟
في واحد فوق واحد حصلنا يعني حكرنا فيه. تبطحي يلا تعال وحش والله حماني هذا على قولتك احميتك. ذبحت واحد بلنشر نيني قاعدين هم كلهم زابنين و... لا امزح قنابل الحين صرت قنبل وش كويس لا تروح لك نوم ما تشوف القنابل يا قاعد داويش حق الداوي راح يموت مره ثانيه يا زين غاب قلت القنابل ويخشر ما منو قط اح زين قط عمو خلنا ناخذ بس واحد يموت كثلاثة راح يساعدونا كل يوم اني بيت نقطة هذي اخي خلنا نطلع بي واحد زين قتلناهم انتو تحداكم قتلناهم كلهم شلون لعيبة احنا شو صادي الحين شو يجي بس الجيم ما بقى شيء خلص الجيم خلاص حاول تحمس خلص الجيم شوتجن تنام شوتجن ماشي الحين على المكان وحش الفيدي يساعدني تبي تطحي شويه زين مات يا من ورا ومن قدام فزنا ولا خسرنا ما ادري ها احنا لعيبه احنا زعلانين قبل الاخير تقولون هاي كانت نهايه الفيديو شباب اتمنى تكون عجبكم اعطوا لايك بالكومنت اشوفكم على خير السلام عليكم باي شلون كويسه